If you want to learn Quran online, please check out www.quranmasteronline.com. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم والمغرم والمأثم ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن السمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وضلع الدين ومن الحم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن أرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من سوء العمر وفتنة الصدر أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل ومن شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم ومن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني ومن الفاقة ومن أن أظلم أو أظلم ومن الهدم ومن ترد ومن الغرق والحرق وأن يتخبطني الشيطان عند الموت ومن أن أموت في سبيلك مدبرا وأن أموت لذيغا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الإخلاق والأعمال والأهواء والأدواء نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومن جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول وغلبة العدو وشماتة الأعداء ومن الجوع فإنه بعث الثجيعة ومن الخيانة فبئسة البطانة وأن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن يوم السوء ومن الليلة السوء ومن الساعة السوء ومن صاحب السوء اللهم إني أعوذ بك من البرص ومن الشقاق والنفاق وسوء الإخلاق ومن شر ما تعلم أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول أو عمل ومن شر ما أنت آخذ بناصيته وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم والشر ما بعده ومن شر نفسي وشر شيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أو أكتسبه خطيئة أو ذنبا لا تغفره من ضيق المقام يوم القيامة اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نظلم أو يظلم علينا أو نجهل أو يجهل علينا أو أضل أو أضل أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلف عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم باقية كباقية الوليد اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميين السيل والبعير السؤول اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها اللهم إني أعوذ بك من البؤوس والتباؤوس اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء اللهم إني أعوذ بك من أن تصد عني وجهك يوم القيامة اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني وأعوذ بك من كل صاحب يؤذيني وأعوذ بك من كل أمل يلهيني وأعوذ بك من كل فقر ينسيني وأعوذ بك من كل غنى يطغيني اللهم إني أعوذ بك من الموت الهم وأعوذ بك من الموت الغم اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه ومن شر من يمشي على رجلين ومن شر من يمشي على أربع اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب وأعوذ بك من ولد يكون علي وبالا وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا اللهم إني أعوذ بك من الشك في الحق بعد اليقين وأعوذ بك من شيطان الرجيم وأعوذ بك من شر يوم الدين اللهم إني أعوذ بك من الموت الفجاءة ومن اللدغ الحية ومن السبع ومن الغرق ومن الحرق ومن أن أخر على شيء ومن القتل عند فرار الزحف